مؤتمرات علمية كتير. وفي الحالة دي هتاخد النيل الأزرق بموارده والنيل الأبيض أوغندا وكل موارد النيل الأبيض وتجري بيهم في البحر. ومع ذلك هناك استمرار لبناء هذا السد. ده اللي أنا بقوله إن الهيئات الدولية لا تسعى إلى الحق ولكن تسعى إلى خدمة الدول اللي هي أمريكا وإسرائيل. إسرائيل لما السادات رفض إنه يديهم مية من نهر النيل بدأ التخطيط لو يدرع مصر بإقامة هذا السد على أساس إيه تدونا مية ولا لا؟ مش هنديكم مية، طب هنبني السد. خدوا بالكم المية دي لما هتتكون، يعني أولا هو بداية بناء السد دلوقتي ما وصلوا 30% والتفجيرات اللي حصلت، ودي فوارق أرضية، دي احنا بنبقى حساسين جدا في المباني في الفوارق الأرضية. حصل ضربة جزيرة، ضربة جيزان وضربة مكة، زلازل 4.7 ريختر يوم 23 يعني ما يقال عن وجود تهديد لمكة ولل يعني الأماكن المقدسة هناك، هذا حقيقي وليس من باب الخيال العلمي، لأنه هجمت هذه التصريحات عندما دارت على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ده يعني خيال علمي. أنا جايب كل البيانات من مصلحة من المساحة الجغرافية الأمريكية، يعني مش جايبها من عندنا من لا، ومنشورة على الفيسبوك ومنشورة في كل حتة وفي المؤتمرات العلمية الكلام اللي أنا بقوله. بس معلش عن الوقت لا يسمح نحن نخش في الكلام ده كله. إحنا كنا ماشيين أصلا في موضوع تصميم نهر كونغو، توصيلة نهر كونغو إلى مصر، وطلب مني في الأول أن أنا أجيب قد إيراد نهر النيل اللي هو 55.5 مليار. على فكرة هو النهر ما بقاش يجيب دلوقتي الكمية دي، فأنا لقيت لا، إمكانيات النهر ده كونغو ده 16 مرة قد إيراد نهر النيل. وده ماشي، بس احنا عايزين توضيح من حضرتك قبل ما يعني تتوغل في هذه النقطة، موضوع نهر الكونغو وربطه بنهر النيل مظبوط، ده دلوقتي الفكر المصري الموازي لموضوع بناء سد النهضة عشان مصر يتوفر لها ما يكفيها من مياه لسنوات قادمة، تمام كده يا فندم؟ متى بدأ التفكير فيه وإيه هي الخطوات التي تمت؟ على فكرة المشروع ده بدأ التفكير فيه في وزارة الأشغال العمومية اللي هي وزارة الري حاليا سنة 20 1920. كان الإنجليز بيتوظفوا في المصالح الحكومية، فكان في واحد اسمه أباتا باشا ده كان إنجليزي وهو اللي اقترح هذا المشروع سنة 20. أنا لما اشتغلت في منطقة الأمم المتحدة منطقة البحيرات الاستوائية وكان النهر تحت إشرافي تولدت الفكرة عندي وإزاي أن أنا أقدر أستغله بقى. يعني أباتا باشا قال ناخد مية، لكن أنا بدأت تصميم الكلام ده، تصميم بنسميه افان بروجي او التصميم المبدئي للمشروع. ولما رجعت مصر هنا جابوني عشان وقت تحرير سينا ادور على المياه في سينا، كنت ماسك مشروع السوق الاوروبيه المشتركه، فبدأت انادي بهذا المشروع. لا حياة لمن تنادي. طيب دكتور احمد يعني انا بس بدون قطع كلام حضرتك، هل ربط نهر النيل بنهر الكونغو هيكون في مصلحة مصر خاصة اذا تم بالفعل بناء سد الألفية؟ معلش أنا عايز أفصل ما بين الاثنين، لأن الحقوق المائية لها قوة الحقوق السياسية. بمعنى أنت لو حدودك حد تعدى عليها من حقك دوليا أنك تطلع بجيشك تضربي وتستردي حدودك. نفس القصة مع الحقوق المائية، أنا مش عايز أقول أن ده هيعوض ده نهائي، وده كنا احنا شغالين لوحدنا قبل ما يظهر مشكلة سد إثيوبيا. لحد لما ظهر المشكلة بتاعت الزلزال اللي ضرب جيزان وضرب مكة بدأت أبحث ثاني، لأن كنت قايل من الأول أن هذا السد مبني على فوارق أرضية وهيهدر حصة مصر. بدأت أبحث ثاني فوجدت الموضوع خطر جدا جدا، ده عايز حلقات وحلقات. طيب خطر من ناحية إيه تحديدا؟ زي ما أنا قلت هياخد القرن الإفريقي بالكامل ويجري بيه في البحر. معناها موارد النيل الأزرق، موارد النيل الابيض هتجري في البحر، هيتم اهدارها، مش اهدارها، هيتم تجفيف نهر النيل. تجفيفه. انا يعني بهاتف اعلى صوت عندي وهم عارفين الكلام ده. على فكره انا هم مش مين اثيوبيا يعني ولا مين اثيوبيا؟ اثيوبيا على فكره مش هي المتحدث، المساعد الاسرائيلي هو اللي بيتحدث من وراء الاثيوبيين. واحنا رصدنا مين ضباط المساعد الاسرائيلي، احنا مجموعه عمل على فكره يعني بنشتغل من جيوبنا، يعني مجموعة عمل
فعلا بنشتغل من جيوبنا يعني بشكل منفرد. يعني انتم لستم مكلفون من الدوله، انتم بشكل مستقل. احنا عرضنا وتم تبنينا من الاجهزه السياديه في مصر. والمجموعه دي يرأسنا المهندس ابراهيم الفيومي، ده الحقيقه خبير دولي في العلاقات الدوليه والحاجات دي كلها. ومعانا الدكتوره رودينا، دي خبيره سياسيه في الشؤون الافريقيه. ومعانا الدكتور عبد العال، ده جيولوجي استاذ ضخم جدا. واحنا الاربعه. ومعانا فريق تاني كبير قوي للتصميمات بقى الطرق، لان المشروع هو تعمير افريقيا، مش ان انا رايح اخد ميه وامشي، ما مش هيسمحوا لي. فانا داخل اعيد تاني الشخصيه المصريه تاني. طيب المخاطر اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي من تجفيف منابع نهر النيل، إذا تم بالفعل بناء سد الألفية، وإن هذه المياه القادمة ستذهب يعني منابع، يعني كل المنابع هتجري في البحر بالظبط كده. يعني لماذا لم يتم عرض هذا الكلام على يعني في مؤتمرات دولية للحديث أكثر بشكل أكثر تفصيلا وإيجاد حل لهذا الموضوع؟ شوف يا ستي، أنا الكلام ده بقالي مثلا أكثر من سنة بتكلم فيه. طلعت مثلا في حوالي 20-30 محطة تلفزيون. قابلت هشام أنديل أيام ما كان وزير الري، وعرضت عليه الخطورة. يا راجل، رد فعل كان شاذ وغريب. وبعدين أفاجأ إنه يطلع بعد كده مع رئيس وزراء، والبجلاوي لما جه رئيس وزراء يقول لك ده خير لمصر. أنا مش مصدق إيه اللي بيتقال. ليش مصدق فعلا ايه اللي بيتقال، لدرجه ان انا طالبت بمحاكمتهم. يعني انا راجل فني على فكره، مش سياسي نهائي، انا ابغض السياسه. لكن كناحيه فنيه دي مصر يا اخوانا، هل نصل ولادنا واحفادنا يبقوا بالصوره اللي احنا شفناها في ال اكيد لا طبعا. طب حضرتك بقى حط لنا كده، قول لنا المشروع، حط لنا في صوره المشروع، ازاي كلفت بوضع تصميم ليه ومن امتى، وهل ده مجرد فكره او مشروع، ولا مقرر ليها انها تدخل حيز التنفيذ بعد الانتهاء من هذا المشروع؟ شوفي، انا زي ما قلت ان في الاول طلب مني ان انا اجيب ادي حصه مصر، مع ايراد نهر الكونغو ده 16 مره ادي ايراد نهر النيل. 16 مره، تاني اكبر نهر في العالم بعد الامازون. والنهر ده فيه موضوع هايل، نصه جنوب خط للسوى، والنص التاني شمال خط للسوى. ده يعني ايه؟ اي نهر ليه روافد، ليه انهار مغذيه. الانهار اللي جنوب خط للسوى ما تبقى في حاله مطر، الشمال جفاف، والعكس صحيح. وبالتالي هذا النهر إراده ثابت طول العام ومليء بالطمي. فبالتالي أنا في التصميمات مش محتاج أعمل أي تخزين، ولا أدخله على السد العالي ولا أي حاجة، لأن دي مية مستمرة. التخزين ده لما يبقى عندي فيضان بيجي عدد محدد من الأشهر في السنة، 3-4 شهور، وبيبقى جفاف بعد كده، فأنا بخزن مية الزايدة وأديها في الجفاف. لكن أنا مش محتاج. وبعدين باخد كل الحكاية حصة مرتين قد نهر النيل ده 16 مرة، باخدهم بطلع بيهم جبال اسمها رونزوري، تفصل ما بين الكونغو وبين جنوب السودان، وبمشي في جنوب السودان. ولينا بقى كذا مسار، يا اما عن طريق نهر النيل بنعمل انجكشن اللي هو يعني بنوسع نهر النيل، او ان احنا بنمشي مسار جنبه، او ده معاده. في اربع مسارات، وتم الاستقرار عن انهي مسار، وتم تصميم النهائي التنفيذي ل 403 لوحه قمت بتصميمهم، وتم تسليمهم للجهات الساديه اللي سلمتهم لوزاره الري وهي بتدرسهم دلوقتي. واعتقد ان هي الحمد لله تم الموافقه على كل حاجه، وانا جاهز بخيمتي وقت ما اتقال لي الامر انزل. هيتم التنفيذ في 30 شهر ان شاء الله. صممت مكن للحفر، صممته، مدي دلوقتي الجهات برضو ده عشان تسرع من عملية الحفر، الحفر بالمية. لكن هذا المشروع ده زي ما حضرتك قلت ان احنا ما نربطش ان ده يكون بديل لا عن لا ده لا لا لا. ولكن موازي للمشروع الاخر. انا بجيب مية بامر الله وبعلم الله تكفي لاستزراع 20 مليون فدان. وانا وظيفتي ان انا اوصل مية لحد جنوب مصر. لكن هو بعد كده ان شاء الله حامل ما يسمى ووتر كنترول سيستم، اللي هو اداره الميه. هاخد نهر النيل ونهر النهر الجديد، وهطلع بفرع في الصحراء الشرقيه تخش على سيناء لاستزراع مليون فدان، والباقي هاخده على الصحراء الغربيه موازي
للمجتمع الزراعي المصري. يبقى ساعتها بنعيد بعث مصر من جديد. والحل الحاجة الثانية الأخيرة إن أنا كمهندس موارد مائية بنقل موارد مائية لمصر، بنتقل أنا بالموارد بمصر أو العاملين إلى أماكن الموارد المائية اللي هي المطيرة. فإحنا قدامنا مليار فدان تزرع المطر ببلاش. طيب بس الطرف يعني احنا طرف وده بيعود علينا بالفايده، الطرف الاخر مين هي الاطراف؟ يعني هل هي الكونغو فقط؟ لانها طبعا مش متذكره شكل الخريطه، الاطراف الخاصه بهذا النهر ايه هو المطلوب عشان نقدر ننفذ بالفعل هذا المشروع؟ تم اخذ الموافقات كلها ما بين الكونغو، جنوب السودان، شمال السودان، ناقص موافقه مصر عشان ننزل الشغل. يعني كل الاطراف وافقت ما عدا مصر هي اللي لسه بتدرس الموضوع. الحمد لله انا عرفت ان وزير الري يعني وافق على المشروع. انا بقول لك انا جاهز بخيمتي ونازل انزل، والتمويل جاهز على فكره، مش الحكومه المصريه اللي هتدفعه. اطراف ولا معلش اعتذر. على اي حال يعني نتمنى لحضرتك التوفيق ونتمنى لمصر التوفيق في هذا المشروع. في نهايه حوارنا نشكر حضرتك دكتور احمد الشناوي خبير الموارد المائيه والسدود بالامم المتحده سابقا وايضا مصمم مشروع نهر الكونغو. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا نتحول بكم الان لمتابعه اهم اخبار الاقتصاد مع زميلنا احمد فؤاد.